السلام عليكم، كيف دايري؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نبارطاجي معكم واحد العراضه درتها لصحاب راجلي. كيف ما شفتوا هذاك اللي وريتكم في الاول، هذيك شاركوتري ديال لي سيغار اللي كنبارطاجي معكم دائما، شاركوتري والجبن. راه نخلي لكم ان شاء الله لوليان ديالهم، كاينين عندي في قناه ديالي، قناه واحده اخرى من غير هذه. نخلي لكم الرابط ديال هذا الفيديو اللي فيه نيت هاد لي سيغار ديال شاركوتري. هذاك البنات ديك القناه درتها كنحط فيها الوصفات فقط، لان شحال من خطره هكا انا كندير معكم فلوغات ووسطهم وصفات، ومني كتبغيو شي وصفه ما كتلقاوهاش. داكشي علاش دائي اشاك فوا كتبقاو تدخلوا عندي الانستغرام عافاك فين كاين الوصفه الفلانيه، اين فيديو كنبقى نبارطاجي معكم لوليا. داكشي علاش درتهم مره هكا، كنبقى كنحط لكم فيها الوصفات. اول حاجه غنتقاسم معكم هما لي كروكيت بالموتزاريلا. هادو غنقدمهم مع طبق ديال الشوا. خديت 150 غرام ديال الموتزاريلا، حكيتها في حكاكه لي الريوس ديالها اولا العوينات ديالها صغيورين، هي فاش حكيتها. وضفت ليها 30 غرام ديال الدقيق، الدقيق مغربل. بالنسبه للموتزاريلا انا راه بارطاجيت معكم اللي كنستعمل دائما، وهي هذيك ديال ميلكا ديال غاستروميكس، بالنسبه ليا احسن وحده وراها بشهاده الجميع البنات اللي جربوها. غادي نضيف ليها الزعتر مطحون، الا عندكم زعتر مطحون مزيان، ما عندكمش العادي صافي يحكم مزيان بين يديكم. ضيفوا ليها معلقه ربع معلقه صغيره ديال الثومه غبره والملح. بالنسبه للثومه غبره البنات، الفيديو اللي فات كنت قلت لكم كناخذها عند واحد السيد كيجيبها من زاكوره من طاطا، غزاله روعه. ونسيت ما حطيت لكمش النمره ديالو، انا ان شاء الله هذا الفيديو غادي نحط لكم النمره ديالو. كيدير الثومه بودر، بصله بودر، كيدير كسكسو الخماسي رائع. شوفوا البنات لا علاقه مع داكشي اللي كنشريو في السوق، وانا متاكده انكم الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف بزاف. وراكم عارفيني راه ما كنجيش نبارطاجي معكم اي حاجه غير هكداك، عرفتوا هذيك اللي كناخذو راه لا علاقه مع هذه صراحه الله. وراه الناس اللي كياخذوا ديال طاطا راهم عارفينها، لان بحكم الحراره عندهم كيصايبوها على ليد وكتنشف بداك الجو ديالهم داك الصاد، صراحه كتجي زوينه بزاف. صافي ضفت تقريبا ربع بيضه كامله، غضيفوا البيض شويه بشويه صافي، وكنبدا كنعجن في داك الخليط باش هكذا كنتاكد ان دوك المكونات كلهم انسجموا. بحال مثلا الملح وهذا ما يتجمعوش ليا في بلاصه وبلاصه، لا صافي كنعجنها مزيان باش كتعطيني الطوع، غير نحصل على الخليط اللي نقدر انني نشكلو باليد ديالي صافي كنحبس. راه كي قلت لكم انا بالنسبه ليا هزات ليا ربع بيضه، لان كان عندي البيض كبير، كيبقى نتوما على حساب الحجم ديال البيض اللي استعملته. غير اللي ننصحكم به انكم تبداو تضيفوا البيض تدريجيا، غير تجمع عندي العجينه صافي غادي نبدا نشكل فيها كويرات. والبنات قبل ما نكملوا الفيديو الله يعطيكم الستر، كنقول لكم بالنسبه لهذا الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، انا صراحه دوك اللايكات هما اللي كيخلوني انني نزيد نعطي كثر، ودوك التعاليق والتشجيعات ديالكم. صافي البنات كندوز كندير كويرات، غير واحد الحاجه حاولوا تعبروهم، من الاحسن انكم تعبروا باش يجيكم قياس واحد. انتم كيف ما شفتوا كنت كنعبر في الاول درت فيهم 22 غرام، صافي من بعد وليت نقصتهم وليت خليت فيهم غير 20 غرام هي اللي كنت درت فيهم. صافي استمريت بنفس الطريقه حتى كملت الكميه اللي عندي كامله. انا راه ما درتهمش بزاف، درت غير القياس اللي غادي نحتاج فقط، يعني غير ديال حطه وحده صافي. غادي نجي ندوزهم كاملين في الدقيق. والبنات هنايا راه كيف ما غايبان لكم راه انا خدمت هنايا شحال من حاجه، راه نبارطاجي معكم شنو خدمت من بعد. بالنسبه انا هذه الطريقه اللي غنوريكم دابا اللي وليت كنعتمدها في اي حاجه هكا فيها لا شابلوغ، دوزتهم في الدقيق، الكميه اللي عندي كامله كندوزها في الدقيق. تقدروا ديروا بانيو وتبداو تضربوا بها هكا مزيان احسن مليكم. انا هاد الكويرات ما درتهمش في الثلاجه باش يشدوا راسهم، داكشي علاش ما قديتش انني نضرب بهم باش ما يديفورموش. من بعد كنجي كندوزهم في البيض، كندير يدي ديريكت وكندير شي شبيكه وكنحطهم كيتسقطروا. وصدقوني البنات ما عمركم ديروا لا شابلوغ لشي حاجه فيها البيض في البلاصه، راه ما كتشدش وكيجي داكشي ماشي هو هذاك. كنديرهم كيتسقطروا كنخليهم بحال بينشفوا شويه هكاك، البيض كيولي كيتلصق مزيان وكيشد لينا كيشد مزيان. صافي من بعد ما دوزتهم كاملين خليتهم كي قلت لكم تسقطروا واحد شويه،
غادي نجي غناخد لا شابلوغ. بالنسبه لا شابلوغ اللي خديت هنايا لا شابلوغ البيضاء ديال بينكو، راه معروفه ديال الشينوا، هي كتكون حرشه كتكون غليظه شويه حسن من ديك اللي كتجي مطحونه، انا هادي كتعجبني. وهنايا البنات رانا خدمت بثلاثه الانواع ديال الشابلوغ، خدمت بالبيضه وخدمت بالبيضه بالاعشاب وخدمت بالصفره حتى هي بالاعشاب، وراه كاينه حتى الصفره بلا اعشاب باش هكذا كيبان شويه التنوع. صافي من بعد ما دوزتهم في لا شابلوغ جيت عاوتاني دوزتهم في البيض نفس الطريقه، نخليهم يتسقطروا شويه ينشفوا واحد شويه ماشي بزاف، ونعاود ندوزهم في لا شابلوغ. هنايا البنات انا وريتكم هادو بريوات ان شاء الله ما صورتهمش لكم، ولكن كنوعدكم ان شاء الله نبارطاجيهم معكم من بعد. بريوات بريوات الكفته بصوص الجيريان كيجيو روعه، عرفتي كلشي حماقو عليهم. وهادو لي سيغار ديال الشاركوتري هادو روعه، انا هادو ولاو كيكونوا عندي دائما. صافي صفطت الكل في البلاطوات ودخلتهم هكا الكونجيلاتور. هاد التحضيرات بطبيعه الحال ماشي نهار بنهارو، قبل هنا يومين قبل. وانتم البنات بغيت نوريكم لا شابلوغ كي كتبقى لكم نقيه كيبقاش فيها داك القطره ديال البيض. وصافي هنايا النهار الثاني تقريبا هو فاش درت لي تشيز كيك. اول حاجه بالنسبه للتشيز كيك ديال الاوريو درت 20 حبه ديال الاوريو، طحنتها مع 100 غرام ديال الزبده ودرتها في المول. الاوريو درتو كامل بالكريمه ديالو بكل شيء. بالنسبه للطبقه الثانيه ديال التشيز درت هاد الجبن هذا اللي وريتكم ديال الراعي، كناخدو في مرجان، كاين البنات الباكيه دايره 55 درهم وكاين كيتباع بالعبار 100 غرام بخمسة درهم ونص. انا خديت بالنسبه للتشيز كيك خديت هذا اللي مسوس. صافي درت 300 غرام، غادي نضيف ليها الماسكاربو 150 غرام. بالنسبه نتوما تقدروا تخدموه بالطراب عادي كطربوه مزيان، الا عندك الترموميكس غادي ديري الفوي غتركبيه مزيان. وبالنسبه للفيتيس ما تفوتوش ربعه، انا كندير غير 3.5 كافيه. صافي غادي نخلطهم مزيان. غادي ناخد 200 غرام ديال الشوكولا البيضه، من الاحسن تكون النوع الجيد لان الحاجه صراحه كل ما كانت الكاليتي كتفرق في المذاق ديالها. هنا ما نحتاج لا جيلاتين لا والو. صافي غادي نذوبو، غيكون بطبيعه الحال دافي، الا ضفناه سخون راه غادي يخسر لينا الخليط. وغادي نخلطو مزيان حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتهم. غادي نجي غادي ناخد البسكوي ديال الاوريو واحد 6 ديال الحبات، يعني باكيه لان باكيه كيكونوا فيها 6 الحبات. صافي وغادي نحاول نهرسهم غير بيديا، ما طحنهم ما والو، يبقاو طريفات يكونوا باينين مزيان. كي قلت لكم غادي نضيفهم بيدي وغادي نخلط هنايا غير بالفوي، ما نخلطش ما نطحنوش لان الخليط غيولي كله كحل. غادي نخلط مزيان وغادي نجي نخويه فوق الكيك اولا فوق البسكوي، وغادي ندخلو الكونجيلاتور اولا الثلاجه الا عندكم لي سباس. انا حيت كان عندي الحوت هذا صراحه دخلته للثلاجه واخا انا دايراه بنهار قبل. بالنسبه للطبقه الثانيه خديت 100 غرام ديال 150 غرام ديال الشوكولا بالحليب و100 غرام ديال الكريمه. سخنت الكريمه مزيان حتى سخنات ودرت فيها داك الشوكولا وخليته حتى داب، حركته مزيان وخليته حتى دفى وصافي. وانا نديرو على الوجه ديال الكيك. صافي هنايا هو النهار اللي عندي الضيافه. اول حاجه بطبيعه الحال الدار نقيه، الحمام اعزكم الله نقيته درت فيه الفوطه جديده بطبيعه الحال بابي جيني كلشي، ساليت الدار كلشي هو هذاك. الكوزينه حتى هي جمعتها مزيان باش ما ديرونجينيش الا كنحط. صافي جيت بخرت الدار باش تبقى لي ريحه العود، هذه حاجه ضروريه. وجد الطبله هنايا راه ما بقى والو تقريبا للضياف باش يدخلوا، كانت لان كانت عندي العرض انا العشاء، هذه تقريبا كانت 8 د الليل. صافي وجدت الطبله كيف ما شفتوا في الوسط، درت لهم دوك المملحات هكا باش هكا كيلقاو باش يتلاهاو بين ما يتجمعوا الناس كاملين، حيت كتعرفوا راه ما كيجيوش كلهم في الدقه. حطيت الكيسان ديال اتاي وجدت وجدت كلشي صراحه. وهنايا بالنسبه للصالاد انا وجدتها وقديتها وقلت نحطها لكم قبل باش نصورها لكم في الصالون هكا باش نصورها على خاطري قبل ما يدخلوا الضياف، لان بطبيعه الحال ما يمكنش نصور لكم لي بلا فوق الطبله. وكتجي رائعه روعه روعه صراحه، راه تكلت كاملها تصور وما بقات فيها حتى شي حبه، لان كتجي مخلطه فيها بوزروك فيها لونغوستين فيها سلطة غريك فيها سلطة اكزوتيك فيها سلطة بيشور. والفوق كي قلت لكم درت بوزروك درت
دوك الكويرات بالفرماج. المهم تجي روعه ان شاء الله. صورت فيها شي حويجات غنبارطاجيها معكم في الفيديو الجاي. وهنا كنت وريتكم الطبلون، نسيت ما وريتكمش باللي راح نسيت القريعات ديال الماء، جاب الله تفكرتهم قبل. ونسيت حتى هاد اللي لانجيت هادو، هاد الخطره خديت الصغار هما اللي خديت باش كيجيوني هكا في الحطه. صافي وحطيت كل شيء. هنا تاكدت ان الطبله واجده، مشيت باش نوجد الطبله على حسب الطبيله الاخرى اللي عندي حدا الكنابي على حسب اتاي، لان كي قلت لكم ما غاديش نقدر انني ندخل. حطيت الفاكهه هنايا في هذا البلا، حطيت الحلوه، كانت عندي هاد حطيت التمر هو الاول، وهنايا كانت عندي هاد النوكه حتى هي حطيتها، كان عندي التمر معمر. صافي والحليوات البلديين هكا. هادو دوك الضيافر اللي كنت بارطاجيت معكم، اللي كنت خديت عند رنا فات ديال العيد مبارك، كتستغلهم في الايام العاديه هكا بلا ما كديروا لهم داك الغطا ديالهم. واكيد الطبيلات اتاي حتى هي وجدتها، اولا الصينيه اتاي. صافي هنا تاكدت ان كل شيء واجد، كل شيء هو هذاك، ما نخليش حتى خصوصا ملي كيكون عندك رجل، يعني ما غاديش تخلي تقادتي انت كل شيء. هاد الطبيله هادي خطيتها حتى الوقت اللي غادي يتعشاو فاش يساليو، عاد ديك الساعه غادي يحول راجلي الحلوه وكل شيء يحولوا لديك الطبله الدخلانيه. بالنسبه للعشاء درت لهم الشوا، هذا المعزي ديال المعزي. صراحه ما كنعطرو، ما كندير ليه حتى شي حاجه، فقط قدمته مع غنوريكم عيش قدمته والملحه والكمون. كيمشي كيتشوى هكاك في الفران على برا، كيجي روعه. وراه وريتكم اكسبري، وريتكم كيفاش كيجيهم اومبالي. بالنسبه للتقديم درت دوك الكويرات هما هادو اللي كتشوفوا، درت معاه البطاطا سلقتها ومن بعد سوطيتها في الملحه والبزار والكمون والثومه والربيع. نفس الشيء درتو بالنسبه للبروكولي، زدت ليه حتى هو الحامض. درت لي سيغار خليتهم، البريوات راني بارطاجيتهم معكم، لي فولوفون عمرتهم بكروفيت سوطيتو، زدت ليه البيشاميل. وهادو اللي كتشوفوا فوقهم الفخوماج، هادوك لي شامبينيون معمرين بالجبن والكريم فريش، ان شاء الله غنبارطاجيهم معكم في شي فيديو، كيجيو روعه. المهم كان هذا هو الطبق ديال الشوا، قدمته بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. الطبق الثاني هذه صورتها لكم بسطيله ديال الحوت، الا كنتو مهتمين نحط لكم فيديو ديالها بوحدو، كتجي روعه 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 البنات. غير حشمت انني نصور لكم لي بلام ملي كيرجعوا، صراحه ما بقى فيهم حتى شي حاجه، جات روعه. وزوقتها هكا من الفوق بالبريوات، بطبيعه الحال البريوات فيهم نفس الحشوه اللي كاينه في البسطيله الداخل، زدت عليها بعض الاضافات ولي كروفيت غريز والحامض. كنت هنايا صراحه درت دي بيبي تعمرتهم بصوص الصلصه الحاره اللي كتكون ليكيد، ونسيت ما حطيتهمش مع الزربه والتلفه داكشي علاش، ولكن الاهم هو الداخل. صراحه جات لذيذه بزاف، ماشي كنشكرها لكم حيت انا اللي درتها، ولكن والله العظيم الا جات لذيذه. انا اصلا فايت ليا بارطاجيت معكم البسطيله ديال الحوت، ولكن هذه الطريقه اللي درت هذه الخطره جات احسن بكثير من الطريقه اللي كنت كندير. المهم كي قلت لكم راني صورتها، الا كنتم مهتمين نسلها لكم ان شاء الله فيديو اخر. بالنسبه للتيسير حطيت بلاطو هكا مشكل، وهذه البقلاوه راه ديما كنبارطاجيها معكم بالكركاع، كتجي رائعه. ودرت تشيز كيك هذا بارطاجيته معكم ديال لوتوس، غير كان عندي مول واحد اللي داير درت فيه هذا ديال الاوريو، ما بقاش عندي باش ما بقاش عندي شي مول اخر صغير، صافي اضطريت انني نديرو مربع. كان هذا هو الديسير اللي درت ليهم، وكانوا هادو هما لي بلا لي بارطاجيت معكم. نتمنى هكا تفيدكم هاد الافكار. شكرا لكم على المتابعه.